زي ما وعدتكم هقدم لكم حاجات كل شوية، هقدم حاجة جديدة. فدلوقتي هحاول ان انا يعني ايه اطلع كده المطبخ وابدأ اوريكم ازاي تعملوا حليب جوز الهند. طبعا حليب جوز الهند زي ما انتوا عارفين وقريتوا وبنسمع كتير والناس ما شاء الله بقينا مثقفين قوي في التغذية العلاجية، حليب جوز الهند هو يعتبر يعني من الحاجات السوبر فود، ان انت تاخد نسبة الدهون بتاعتك بشكل امن وصحي، بيرفع المناعة، بيحسسك بالامتلاء لان هو عبارة عن بديل لبن بس هو دسم شوية، بس الدسمة بتاعته بتساعد على تخفيض الوزن، بيقلل الكوليسترول، بينظم الايض، عمليات الحرق في الجسم. يعني انصحكم بصوا على الفيديو وانا بعمله ازاي وتعلمه، وهتلاحظوا ان انت لما تعمله في البيت ارخص كتير جدا، يعني 8 كيلو جوز هند يطلع لك حوالي 5 كيلو حليب. فلو جينا نحسبها يعني مش جايب خمس سعر الحليب العادي لما تشتري من بره، بالاضافة لان الفوائد كبيرة جدا اللي هنلاقيها عكس اللي موجود في الحليب، مفيش فوائد، ده بالعكس هو مضر بالنسبة للبالغين، هو يعني عليها اقاويل كتيرة جدا. فيلا نستمتع مع بعض ونشوف ازاي نعمل جوز الهند. جوز الهند اللي هو المبشور نسقطه في ميه بالطريقه دي. هنطلع منتجين، هنطلع الاول اللي هو اللبن بتاع جوز الهند، وبعد كده نطلع من لبن جوز الهند حاجه تانية برضو اللي هو الدقيق بتاع جوز الهند. طبعا نفضل نقلب فيه كده لغايه ما يشرب الميه كويس، بعدين نغطيه ونسيبه يستوي براحته. ممكن طبعا دلوقتي هنبص هنلاقي ان جوز الهند يعني بقاله ساعة تقريبا على النار، استوى جدا، بقى يعني سهل جدا لما نقطحنه عشان نجهزه يبقى لبن او يطلع منه الحليب، هيبقى سهل انك تطلع منه كمية كويسة قوي. طبعا احنا شايفين شكل جوز الهند عامل ازاي، عليه طبقة دهنية برضو، هنحطها بقى في الخلاط زي ما انتم شايفين خلاط كده. هنبدأ نصفي الأول الجزء ده جوه الخلاط ونضربه كامل، بعد ما نضرب هنبدأ نصفيه في شاشة وهوريكم الخطوات دي واحدة واحدة. طبعا خدت الجزء كبير من الجزء الهند، هتلاحظوا جزء الهند لسه الحبيبات بتاعته جواها. هنبدأ نضرب، هنضرب بقى لغاية ما كل الجزء الهند اللي موجود جواه يبقى زي الباودر يعني. ان احنا ايه يعني نشوف هل بقى باودر ولا لا، هنكتشف ده طبعا بالمنظر. شايف المنظر عامل ازاي، كانه ايه يعني عصير، فاحنا ناخد ده. ايه طبعا دي المرحله الثانيه، بعد ما احنا صفينا كل جوز الهند هنيجي ناخد تاني جوز الهند ونبدا نصفيه في شاشه زي ما انتم شايفين كده. هنجيب الاول مصفه زي دي ونحط عليها اي قماشه عندنا او حاجه مثلا كتان او قطن بالمنظر ده جوه المصفى، ونبدا نصب جواها جوز الهند لغايه ما ننزل منه السائل اللي كده. السائل بتاعه ايه بدون اي غايش عشان لما نيجي نستخدمه نلاقي طعمه ممتاز وما فيش فيه اي حاجه او اثر لاي حاجه تنرفز، يعني زي مثلا اللي هي البقايا بتاع الجوز الهند يعني. بس شوف هو حتى ما ظهرش اي حاجه جوه الايه الشاشه، يعني واضح ان انا المصفه اللي انا مستعملها ممتازه جدا او مناسبه للايه للتصفيه. فلو حابين تستعملوه كده على طول اوكي ما فيش مشكله، حابين ان احنا نصفيه اكتر زي ما انا هصفي كده نصفيه مش مشكله برضه، ده اوكي او ده اوكي. انا بحب اصفيه عشان يطلع عندي نتيجه لبن صافي ما فيش فيه اي رايش خالص فيضايق اللي بيشرب. حتى شايفين الوش زي اللبن الطبيعي سبحان الله. طبعا ده فوائده اكتر كتير بالنسبه للصحه اكتر، ما بيرفعش الانسولين خالص، بيحافظ على ان انت بتشرب حاجه بتبقى سوبر فود نسبه الدهون فيها مناسبه للجسم. طبعا للاطفال وللحوامل وللكل يقدروا يشربوا الكلام ده، والمرضعات يعني حاجه جدا ممتازه قوي، واقدر اقول لكم يعني بالصحه والعافيه يا رب. ونقدر بعد ما
نصفيه بالشكل ده، نبدأ نحطه في التلاجة، بس بعد ما يبرد نقوم حاطينه في التلاجة وزي ما هو نستخدمه لمدة أسبوع، مفيش مشكلة خالص. خلال الأسبوع ده تقدر تستعمله، يا ريت ما تزودش عن أسبوع لأن جربت بعد الأسبوع بدأ يقطع يعني. فده بالنسبة لي لبن جوز الهند. طبعا هنعمل حلقة تانية إن شاء الله عشان أبين لكم بعد لبن جوز الهند إزاي نستخدم اللي طالع من جوز الهند اللي هو الريش بتاعه ده، إزاي نستعمله كدقيق ونعمل منه عيش سهل جدا في خلال 10 دقايق. يلا كل الصحة وأنتم بصحة وعافية يا رب.